يسعد مساكم أعزائي المشاهدين ومحبين برنامج ضربة حظ بهاي الأجواء الممتعة طيلة شهر رمضان المبارك أدامه الله علينا وعليكم باليمن والبركة. نحن مستمرين طيلة أيام العيد أيضا لثالث يوم عيد مع هاي الأجواء وهذا الحماس اللي من الأطفال من الصغار ومن الأكبار بهاي الأجواء. بحب أمسي أيضاً على زميلتي ورفيقة الدربي نوار. يسعد مساكي. يسعد مساك أمجد، مسا كل المشاهدين اللي عم يحضرونا عبر قناة الفجيرة وأكيد مسا الجمهور الموجود معنا اليوم بالفجيرة مول. حلقة جديدة يا أمجد، كتير من التحديات الجديدة وجوائز كمان كتير قيمة. كل الجوائز اللي بنقدمها خلال برنامج ضربة حظ مقدمة من عدة جهات موجودة بالفجيرة مول، بتبدأ مع العربية للعود، كرجي للعطور، غالاكسي سينما، ريفولي، فان بلوك، ومين كمان أمجد؟ معنا براند فورلس، تيلي لينك، عبد الصمد القرشي، دكتور نيوترشن، غراند كورمي، ومجموعة أطاير للسيارات من فورد. بدي أسمع زقفة كتير كبيرة لداعمين برنامج ضربة حظ. بدي حماس، بدي أجواء، بدي أشعللها اليوم أمجد نوار. أنا شايفة كتير أطفال اليوم، لهيك لازم نبدأ بسرعة مثل ما تعودنا دائما. أولى فقراتنا فقرة شرق وغرب، رح نختار اثنين من الأطفال، طفل بفريق اللي أكيد أنا بضمن له يربح. اسمعوا مني، أنا اللي فايز أمجد. لا أنا اللي فايز هالمرة، أنا والله بنشوف، رح نشوف كل شيء. أخذت الجرعة قبل الهوا على فكرة، ما عرفتي أنا شو سويت. من هيك كان مختفي، كان عم ياخذ جرعة سحر. اوكي، رح نبدأ فقرة شرق وغرب، رح نختار طفلين يجوا لعنا لهون على المسرح أمجد ويركبوا أكبر عدد. لا 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 لا, لا. نوار نوار نوار، ويت ويت ويت، في حماس، ما في حدا ما حدا يقول أنا. خلينا أخبركم شغلة، رح نشارك ورح نلعب ورح ننبسط ونستمتع، بس نحن عارفين البرنامج أول فقرة شو فيها نوار؟ مثل ما قلتي شرق وغرب. شو راح يكون في شرق وغرب اليوم؟ رح نختار طفلين لازم يركبوا أكبر عدد ممكن من القطع وتكون صحيحة بمساعدة الصورة الموجودة على الشاشة. أوكي؟ تبدأ تختار؟ نبدأ نختار. جاهزين؟ جاهزين؟ لا مو جاهزين. جاهزين؟ يلا يا نوار. اوكي امجد، انا رح اختار البنت اللي حاملتها وقلتها لانه شكلها كثير اصلا متحمستها عالي، لهيك بالتالي انت لازم تختار بنت. اوكي، وانا بختار البنت اللي في النص. حاول تكون من نفس الزهر، اللي لابس زهر. تعالي تعالي لهون، حاول تكون من نفس العمر امجد. يلا يا فريقي. اوكي، لازم نفوز على نوار. طيب يلا خبريني شو اسمك ومن وين؟ اسيل. من وين؟ من فلسطين. اهلا وسهلا اسيل. وانت؟ تعرفي عليك. سما من سوريا. سمر؟ لا سما. سما من سوريا. سما من سوريا. حيوهم، بدي اسمع زفه. يلا يلا اسيل وسما، تعالوا اقعدوا على المربعات الزرقاء الموجوده قدامكم وشيلوا كل القطع من الصندوق. شوفوهن كثير منيح وشوفوا الصوره، لا تبداوا قبل ما امجد يعدلكم. حاولوا تركبوا القطع. طلعنا كل شيء في البوكس نوار. يلا جاهزين؟ هلو، جاهزين؟ جاهزين أمجد، مركزين. جاهزين؟ بدي أخذ أوكي منكم. جاهزين؟ يلا. جاهزين يا جمهور؟ بنبلش عد 1 2 3. يلا يلا، حاولوا ركبوا الألوان. يا سلام يا نوار، أخذت الجرعة الصح. أسيل أسيل أسيل، ما كنت دقيقتين. شوفي هدول، هاي 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 أسيل، جيبي هاي جيبي هاي جيبي هاي 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 هاي. وين يا جمهور؟ هون هون. لا سقفوا سقفوا لهم، حيوهم حيوهم. خليها، شوفي شوفي الألوان. سما القطتين اللي كانوا معك صح، بس حاولي تغيري شوي. أسيل كمان هون. يا سلام، هدول قطعتين. سما خليهم على الأرض. أوكي برافو صح. أيوة كملي. أيوة ركبي على الخط الأزرق. يا سلام عليك يا سما، يا سلام. لا لا تخلي أمجد يربح أسيل، الله يخليه. يلا راح أربح اليوم، راح أربح يا ناهد اليوم. معكم دقيقة واحدة. يلا يا سما، يلا برافو يا سما، برافو يا سما. أيوة أمجد لو سمحت لا تشوش علينا. أنا ما بشوش، أنا أصلا ما قربت مثلك. لا تشجع. عندي مفعول سحري، أنا بشجع أصلا. يا سلام عليكي. لا أنا بدي تحية خاصة لسما اليوم، بدي تحية خاصة. سقفوا لها. أسيل شوفي هاي 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 القطعة. يا سلام عليك. لا اللي تحت. يا سلام يا سلام. كم معنا يا كنترول؟ كم معنا؟ حاولي ركبيها. 30 ثانية. يلا أسرع أسرع أسرع. ركبي شكل ثاني، لون ثاني. شكل في كثير قطع، القطعة اللي ما بتعرفيها جربي مع غيرها. 20 ثانية. اوكي. اوكي. برافو. أسرع يلا يلا أسرع. لا صح مزبوط. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ستوب. انتهى الوقت. انتهى الوقت. اوكي أسيل عنده 1 2 3 4 5 6 قطع. نحن عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. مبروك 12 قطعة. شكرا أسيل. تفضلي. لا أنا فعلا اسمعي، أنا سمعت نصيحة لما نصر مديرة البرنامج، قالت لي أمجد روح فوت خد جرعة سحرية. تعرف إنه هاي الطريقة غير صحيحة، أنت عم تاخذ أسراري، أوكي؟ يلا مبروك بتصير طاقة مرة، طاقة بتصير طاقة. مرة مو مشكلة. شو؟ يلا النرد. سما، يلا ارمي النرد. ارمي. رقم 5. هدية رقم 5. ألف مبروك يا سما، بتربحي معنا قسيمة بقيمة 100 درهم من الفجيرة مول. شكراً. من هون سما، من هون سما. حيوها لسما. 12 قطعة. بدنا أولاد. مين بده ينتقم؟ بدنا أولاد. أولاد. ها وين الأولاد؟ تعال تعال. لا تعال. طيب ما حد يقول أنا. لا لا ويت ويت، خليني أختار خليني أختار. اليوم رح نلعب، أنا ما اتفقت قبل الهوا معكم. رح نلعب في لعب ثانية، ما عليك. اختار حدا جديد، بدي حدا جديد من الأولاد. ها الشاب. أيوة أنت اللي عرفت حالك. لا اللي لابس تيشيرت أبيض. تعال يلا خبرني شو اسمك ومن وين أنت؟ سلطان سعيد. من وين؟ ثور كلبة. سور كلبة. من كلبة، من مدينة كلبة. سلطان خبرني عن فريقك أمجد. تعرف عليك. شو اسمك؟ أحمد. من وين يا أحمد؟ مصر. علي صوتك. شو اسمك؟ أحمد. من وين؟ من مصر. حيو أحمد من مصر. وسلطان كمان. وسلطان من كلبة. يلا جاهزين؟ وأحمد اقعدوا على المربعات الزرقاء. سلطان أكيد عارفين شو اللعبة صح؟ لا معكم دقيقتين، لازم تركبوا أكبر عدد ممكن من القطع وتكون صحيحة. أحمد لو سمحت لا تبدأ قبل ما أمجد يعد. لازم نعد أحمد. ارجع فك القطع. ستاند باي. جاهزين يا جمهور؟ جاهزين. 1 2 3 يلا سلطان. يا سلام يا سلام. فوق 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 فوق. يا سلام. فوق بالعكس كمان. يلا يا أحمد. أيوة فوق. برافو أحمد. شوف غيرها، شوف قطعة تانية. أسرع سلطان. أنت شوف. لا خطأ. أسرع. حاولوا ركبوا الخط الأزرق اللي بيكون فوق. لا يا أحمد غير. جرب غير سلطان. جرب غير اللون، غير قطع. بالعكس برافو صح. معكم دقيقة واحدة. برافو. شوف هاي القطع. هاي هون. ليكا طلع فيني. شوف ليك وينها. ايوه من فوق ركبها. من الجهه الثانيه سلطان. لا هون نوار. روحي ركبيها سلطان. هون. برافو. شو يا احمد ركز. شوف يلا اسرع احمد. في خط ازرق ركبهم جنب بعض كلهم. اسرع سلطان. 30 ثانيه معنا. لا جرب قطعة 20 ثانية. ناين 7 6 5 4 3 2 1 انتهى الوقت. اوكي رح نبدأ عندك سلطان، عنده 1 2 3 4 5 6 6 قطع صحيحة. أحمد 1 2 3 3 بس صح ولا في غيرهم؟ بس 3. يعني مين ربح؟ حظ أوفر أحمد، حظ أوفر. تعال ألف مبروك سلطان. شفت بنتقم كثير بسرعة، ما بعطيك فرصة أصلا. يلا يا سلطان وقف هون، ارمي النرد. رقم 2 هدية رقم 2 لسلطان وأحلى سلطان. ألف مبروك يا سلطان، بتربح معنا قسيمة مقدمة من فان بلوك، منطقة الألعاب الموجودة بالفجيرة. تفضل من هون. شكرا نوار. نعم. بما أنك فزتي بتبرع لك بالبريك. يلا طاي بريك. شكرا. رح نطلع بريك سريع ونرجع نكمل تحدياتنا. رجعنا لكم مشاهدينا من جديد، بنكمل فقراتنا ببرنامج ضربة حظ بهاي الأجواء المرحة والجميلة بالفجيرة مول، ومكملين هاي الفقرات. ولكن نوار وين وصلنا؟ أمجد قبل ما ننتقل لفقرة هو وهي، رح نلعب الأطفال الموجودين معنا اليوم بالمول لعبة الكراسي. ويت 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 ويت، ما حدا يحكي، اللي بيحكي أنا ما بقدر أطلعه. ليش؟ مسوي لي ازعاج. اسمعوا وبنلعب ان شاء الله. لا ما عليه، خليهم متحمسين. حسيت بالمدرسه رح نتحمس. ها اوكي خلص، رح نختار مجموعتين. المجموعه الاولى رح تكون 4 أولاد و3 بنات، المجموعه الثانيه 4 بنات و3 أولاد. اوكي يلا. انا عندي البنات امجد. كم بنت عندك؟ 3 بنات. انت اختار 4 أولاد. انا 4 أولاد عندي، وانا رح اختار 3 بنات. يلا اوكي 4 أولاد أوكي. عند امجد. تعالي انت كمان، تعالي انت. 4 أولاد عندي يا نوار. خلصوا بناتي. طيب تعالوا. اللي لابس سبايدر مان اول واحد. ايوه انت. يلا امجد. ثاني حدا انت. امجد قبل ما تكمل بس انتبه للبنات كبار، فحاول يكونوا الاولاد كبار. اوكي اخترتك انت. ايوه 2. اللي لابس تيشيرت مخطط. ايوه انت يا ايوه اللي قدامي. اوكي هي عندي 3 وباقي لي واحد. اوه اللي هناك. يلا تعال يلا. صار عندك انت 3 بنات وانت عندك 4 أولاد، وشكله في اخوان معنا. ايه. صح. يلا الف مبروك للعروسين، بما انه عندك 3 أولاد و3 بنات وعندي 4. عارفين قانون اللعبه؟ نسمع الموسيقى بنسمعها، راح نبرم حوالين الكراسي. بتوقف الموسيقى، بدنا نقعد على الكراسي. تمام؟ بدنا نركز وين؟ بالموسيقى. تمام؟ باتجاه واحد، هيك. تمام؟ يلا ستاند باي ميوزك. جاهزة يا نوار؟ طبعا جاهزة. يلا 3 2 1 ميوزك. أسرع، بدي ركض. اوه شكرا. حظ اوفر. يلا بنقص كرسي على السريع. ستاند باي ميوزك. 1 2 3. بس بدنا نبعد عن الكراسي شوي، خلوا مسافه بينكم وبين الكراسي عشان تقدروا تركضوا منيح. في كرسي فاضي. اوه شكرا. حظ اوفر. بدنا ويت قبل ما نسمع الموسيقى، بدنا نبعد على الكراسي مشان ما حدا يوقع. تمام؟ بدنا نبعد على الكراسي شوي، وبدنا نركض، ما بدنا نمشي. تمام؟ يلا بنقص كرسي. ستاند باي ميوزك. 1 2 3. اسرع. يلا مين الاسرع؟ اسرع. بدي ركض. ها مين قاعد هون أول؟ ها؟ كنترول. اللي لابس أبيض قاعد بالأول. ما تنيناتهم لابسين بيض بس في مخطط. لا تطلع فيني. بدنا نعيد. تعال. بدنا نعيد. تمام؟ ما حدا يدبش، ما حدا يلمس الكرسي. تمام؟ ما بنلمس الكرسي. يلا ستاند باي ميوزك، بنعيدها مرة ثانية. 1 2 3. أسرع 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 أسرع. ها هاو، حظ أوفر حظ أوفر حظ أوفر. طيب بنقص كرسي، لموا الكراسي. ستاند باي ميوزك. 1 2 3. مبدئيا نبلش اللي فوق بما انت تخلص. بعدوا عن الكراسي، بعدوا عن الكراسي مشان تركضوا. يلا أسرع أسرع أسرع. اوه حظ اوفر. انت اخوها صح؟ اخوها. شفت؟ يلا حظ اوفر لسه، وفي واحدة من العيلة موجود، لا تخاف. يلا نقصنا الكرسي، 3 متسابقين وكرسيين. ستاند باي ميوزك. 1 2 3. اسرع، لا ما تمشوا مشي، انا اسرع منكم. ها بركض، يلا اسرع 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 ركض. اوه حظ اوفر حظ اوفر حظ اوفر. يلا 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 يلا، صار الحماس هون. صار في حدا من فريقي وحدا من فريقك يا أمجد، رح نشوف مين رح يربح. يلا يلا ستاند باي ميوزك. 1 2 3. اسرع 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 اسرع. اوه شكرا، ألف مبروك، ألف مبروك، ألف مبروك. نتعرف عليك، خبرني شو اسمك ومن وين أنت؟ يمن، من سوريا. أهلا وسهلا يمن. حيوا يمن، حيوه، بدنا نسمع تحية. يلا رقم 3. ألف مبروك يمن، تربح معنا قسيمة شرائية من الفجيرة مول. شكرا، تفضل من هون. تفضل. يلا بنرجع الكراسي. أمجد بنرجع خلينا الكراسي. بس نتفق هلا، أنا رح أختار 4 أولاد وأنت اختار 3 بنات. حاول يكونوا شوي. 4 أولاد وأنا 3 بنات. أيه. أنا 3 بنات. طيب. حاول يكونوا شوي صغار. طيب أوكي. صغار صغار. ها أنت إيه. ها وأنت اللي لابس أورنج. ما حد يجيني، ما حد يجي، ما حد يجي. وأنت اللي لابس كندورة، تعال. لا لا أنت لا، روحي لا. ما حد يجيني، ما حد يجي. اوكي 3 أولاد. سوري وقفي. نوار نوار، ممكن ترجعوا، ممكن ترجعوا مشان في كنترول. تعالوا تعالوا انا اخترت هدول عندك. ما سوري ما اخترتك انا، خلي في عندي 2. المرات الجاي بختارك. طيب وانت عندك تعالي. 4 بنات امجد. انا 4 بنات. اوكي تعالي بسرعه، تعال انت بسرعه يلا. ها وتعالي انت يلا. صار معي كم؟ 4 صح؟ خلصنا، كملنا العدد؟ كملنا العدد صح؟ صاروا 4 أولاد و3 بنات، ولد مو بنت. شو 4 أولاد و3 بنات؟ يلا مو مشكلة، مو مشكلة خلاص. يلا نصيب. عارفين اللعبة؟ هيك هيك بدنا نلف، ماشي؟ بهذا الاتجاه، لما نسمع الموسيقى هيك بده يلف. طيب؟ بدنا نركض. فهمتوا اللعبة؟ يلا ستاند باي ميوزك. 1 2 3. هو شكرا، حيوها، بدي اسمع تحيه لانه اول مره بشوفها بتشارك معنا بالبرنامج. حيوها يلا، حظ اوفر ان شاء الله بتلعبي معنا وبتفوزي. بنقص كرسي، لموا الكراسي، لموا الكراسي، لموا الكراسي. اوكي ستاند باي ميوزك. 1 2 3. اسرع، ايوه ايوه ركض ركض، اسرع اسرع. ها 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 ها. اوه اقعد اقعدي، بدي افوزك بس اقعدي. بس الولدين قعدوا مع بعض، انا برايي يرجعوا يلفوا. لازم نعيد، ما حدا يقرب على الكراسي تمام؟ يلا ستاند باي ميوزك. مع بعض، ما حدا يقرب على الكراسي كثير اوكي، وما حدا يدفش تمام؟ راح اشوف هلا. 1 2 3 ميوزك. اسرع 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 اسرع. لا تسبقوا بعض عادي. ها ها ها. كم مرة بدي أقول لك في إلك كرسي فاضي وفي واسطة بس يلا بسيطة. شكرا شكرا إلك. بنضم الكراسي يا نور هني. ستاند باي ميوزك 1 2 3 يلا. يلا ما عليكم إصابة ملاعب هي عادي. أسرع 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 أسرع. شكرا. يلا حيو بدي أطلع فيك بحقد. ما بحب أكسر خاطر حدا. حيو حيو بيستاهل تحية. بالناقص كرسي. مستمرين في اللعبة. ستاند باي ميوزك 1 2 3. هو 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 هو. صفينا شباب هلا لعبه فيها حماس صح؟ انت يعني اي حدا بيربح فريقي، انتوا انا نقيتكم. يلا ضموا الكراسي. يلا ستاند باي ميوزك 1 2 3. هذا حرفيا البقاء للاقوى على صح. فكره لانه هن من اول ما بلشوا كانوا عم يركضوا هيك. هو حظ اوفر حظ اوفر حظ اوفر. شكرا قعد قبلك. يلا مرة ثانية بتشارك معنا. شو اسمك انت؟ عاصم. يلا يا عاصم شد حيلك. وانت؟ اسمك؟ امير. امير. عاصم وامير. ستاند باي ميوزك 1 2 3. اسرع ركض ركض ركض. بدي ركض ركض ركض. هو عاصم قبل. عاصم عاصم تعال عاصم. شكرا الف مبروك. خبرني رجع خبر المشاهدين شو اسمك ومن وين انت؟ عاصم من الاردن. اهلا وسهلا عاصم. يلا ارمي النرد. رقم 5. هدية رقم 5. عاصم ألف مبروك بتربح معنا 2 تيكتس من غالاكسي سينما. فيك تجي لهون شوي. أيوة تفضل. ألف مبروك. تفضل من هون. نوار. نعم نوار لازم نروح للتحدي القوي بفقرة التحديات هو وهي. أيوة طبعا أمجد بهي الفقرة رح نختار شاب وصبية من الجمهور الموجود معنا. رح نسأل الشاب أسئلة بتخص الصبايا والصبية أسئلة بتخص الشباب. في معنا وجوه جديدة ما بعرف إذا بحبوا يشاركوا. بتحب تشارك؟ أنت؟ إيه. لا حضرتك تفضل. طيب تفضل لعنا. وبدنا صبية أمجد. بدنا صبية 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 جديدة. وين الصبايا الجداد بالبرنامج؟ أمجد هنيك في الصبيتين اللي واقفين هنيك أنا أول مرة بشوفهم. طيب شفتن؟ مين بده يلعب؟ مين؟ أسرع يلا يلا يلا. تفضل وقف هون لو سمحت. راح يكون معكم 15 ثانية بس لحتى تجاوبوا. أنت بفريق نوار. تفضل لهون. 15 ثانية كل واحد فيكم رح نطرح عليه 3 أسئلة، أنت رح نطرح عليك أسئلة بتخص الصبايا وأنت رح نسألك أسئلة بتخص الشباب. فكروا كتير منيح وركزوا. بس خبرني بالأول اسم ومن وين؟ علي محمد من مصر. علي أهلا وسهلا وعرفنا على الصبية. رغد. رغد من وين؟ سوريا. رغد من سوريا. رغد وعلي، أوكي رح نبدأ معنا. السؤال الأول بيقول الخميرة بالعجين شو وظيفتها؟ الخميرة بالعجين العجين يبقى الفرد. صح صح زيادة صح. وتمدد حجم العجين. العجين عندك يا أمجد. سؤالنا بيقول شو معنى العرموس في البناء؟ شو معنى العرموس في البناء؟ يثبت البناء. يثبت البناء. بيثبت بس شو بيعمل؟ صح صح بدي أحسبها صح صح. ما عليه هو بيتحمس. أنت هو اللحام الرأسي. أوكي السؤال عنا صار النقطة بنقطة. أوكي متعادلين يا أمجد. تاني سؤال بيقول شو وظيفة الفير اللي بيستخدموه النساء للشعر؟ شو هي؟ فير. فير؟ نعم. إذا غششتيه بيفوز عليكي. كيرفي. صح طيب بس على فكره ساعدتيه مش لمصلحتك يربح. يلا عندك يا امجد. تركه البنزين كم لتر؟ او كم لتر في تركه البنزين؟ لترين. لترين 20 لتر صح. كمان متعادلين. هلا السؤال الفاصل عنا يا امجد. السؤال بيقول شو يعني التنوره الميدي؟ تنوره الميدي. تنوره الرقصه. تنوره فست جيبه. 4 3 2 1. هي التنوره اللي لا طويله ولا قصيره. رغد بدنا نفوز يا رغد. طيب بس هذا سؤال يعني ان شاء الله تجاوبيه. طيب شو يعني الفولت في الكهرباء؟ شو معنات الفولت؟ الفولت شو يعني فولت؟ 12 فولت، 50 فولت، هاي الماكينة فيها 60 فولت. الكمية الكهربائية. الكمية الكهربائية صح. هي وحدة قياس الجهد الكهربائي صح. ألف مبروك رغد، شكرا لك علي. ألف مبروك ربحتي. بعد ما غششتي ربحتي. تفضلي ارمي النرد. رقم 5. رقم 5. ألف مبروك يا رغد، تربحي معنا قسيمة مقدمة من تيلي لينك. شكراً. تفضلي من هون. اكتبي اسمك. شكراً رغد. أمجد، أكيد ما خلصوا تحدياتنا لليوم، لسه عنا آخر فقرة بحلقتنا، شو هي؟ طبعاً فقرة الأمثال يا نوار. بس قبل ما نروح لفقرة الأمثال رح نطلع بريك سريع ونرجع. يلا. رجعنا أمجد لحتى نكمل تحدياتنا لليوم. وصلنا لآخر فقرة، فقرة الأمثال. هالفقرة كتير سهلة وكتير حلوة. رح ناخد حدا من المشتركين الجمهور الموجود معنا بالمول، رح نطرح عليه أنا أو أمجد نص مثل، وهو كل اللي عليه إنه يكمل النص الثاني. رح يكون عندنا 5 أمثال. بس شو الشرط أمجد؟ الشروط كالتالي: رح نعطي كل متسابق 5 أمثال، على الأقل يجاوب منهم 3 لكل مثل. طبعا زمن محدد، 5 ثواني لكل مثل، فلازم نجتاز بهذا الوقت. طيب. ونعيش الأجواء. تسمح لي اختار أنا أول مشترك؟ أوكي شكراً. يلا رح اختار الصبية الموجودة معنا هون، أنا أول مرة بشوفها. الصبية هي أهلا وسهلا، عارفين عنك، شو اسمك ومن وين؟ لينا غوان، من الأردن. أهلا وسهلا لينا، كيفك بالأمثال؟ ماشي حالك. أوكي رح نبدأ معك. المثل الأول بيقول الطويل بالسما نجمة والقصير بالأرض فجلا. صح. عندك أمجد. بيقول لك في نهاية كل قصة تعددت الأسباب والموت واحد. صح. أوكي ثالث مثل بيقول كل يرى الناس بعين طبعا. صح. عندك يا أمجد. ما لقوا في الورد عيب. ايش عيب؟ ما لقوا في الورد عيب، قالوا يا أحمر الخدين. صح. أوكي عندي اللي ما يطول العنب حامض على النهج. صح. يا سلام. حيوها. كل إجاباتك صحيحة. تفضلي ارمي النت. وقفي هون لو سمحتي. رقم 4. وهدية رقم 4 يا نوار. هدية رقم 4 قسيمة مقدمة من براندز فورلس. شكرا. تفضلي من هون نوار. صار فيني بدي اختار. عندنا فوز كاسح. بس لازم اختار أنا كمان المرة. بدي اختار. نختار الصبية هي اللي موجودة. ليش انتوا هون بالزاوية؟ ليش مش هون؟ تفضلي يلا. خبريني تعرف عليكي، شو اسمك؟ اسمي سلمى من مصر. سلمى من مصر، حيوها، تستاهل تحية. اوكي سلمى، رح نبدأ معك. المثل الأول بيقول يوم إلك يوم إلي. ويوم إلك ويوم عليك. صح عندك أمجد. استر عورة أخيك بما يعلمون فيك. صح عندي يا أمجد. المثل الثالث كتير سهل، بيقول لك اعقل وتوكل. صح اعقل وتوكل. عندك يا أمجد. دايما بقولوا لما يصير في عتاب، العتاب على قدر محبة. محبة صح. اوكي الإنسان بالتفكير. والله في التدبير. والله في التدبير. صح بمساعدة الجمهور. صح. ألف مبروك سلمى، كل إجاباتك كانت صحيحة. تفضلي ارمي النرد. رقم واحد. هدية رقم واحد. ألف مبروك، تربحي معنا قسيمة مقدمة من الفجيرة مول. شكراً. تفضلي من هون. لو شو وصلنا؟ وصلنا لضربة الحظ. لضربة الحظ. بس أمجد بدي أطلب منك طلب، إنه كل اللي نختارهم يكونوا وجوه جديدة. نعم. لحتى نعطي فرصة لأكبر عدد ممكن من الناس لحتى تجرب حظها. تمام. نختار الكبار إذا موجود. 4 أشخاص، شو رأيك؟ أنت 2 وأنا 2. يلا. أوكي. أوكي. تفضل الشاب اللي لابس رمادي، تفضل. أيوه. أوكي. أنت 2 وأنا 2. إيه. يلا. الصبية اللي لابسة أحمر بتحبي تشاركينا؟ تفضلي. ها يلا أمجد اختار 2. بنختارك أنت. ضربة حظ هاي. أيوة أيوة أيوة. هي 1 و 2. أيوة. لا. تفضلي. بهي الفقرة أمجد اخترت كمان حق. أوكي بهي الفقرة رح نعطيكم النردين، رح تضربوا النردين سوا. عندكم 3 محاولات، لازم تجيبوا رقمين مثل بعض لحتى تربحوا 10 كوبونات تدخلوا السحب على السيارة. حلو؟ سيارة الفورد. تمام؟ سيارة الفورد. يلا بس عارفين عنك مدام؟ اسلام العساسي من الأردن. أهلا وسهلا فيكي. وحضرتك؟ مناف من العراق. أهلا وسهلا. قيس من الأردن. محا من فلسطين. أهلا وسهلا. أمجد لو سمحت أعطيني النرد الأحمر. هي النرد الأول. تفضلي رح نبدأ معك. عندك 3 محاولات، ترمي النردين لتجيبي رقمين مثل بعض. يعني الضربة نردين مش نرد مع واحد. أول محاولة. ها 2 و1. مو مشكلة، كمان مرة حاولي. ستة و4. آخر مرة إن شاء الله تصيب. يلا آخر محاولة معنا هلا. بسم الله. يلا هذاك النرد راح لبيت الجيران. 4 و2. حظ أوفر. حظ أوفر. شكرا. حظ أوفر. تفضل. 3 محاولات. تفضلوا هيك. تفضلي مدام هون مشان الكاميرا تجيبنا كلنا. 3 3 3. عندي هون 3 و2. كمان مرة. ثلاثة ثلاثة و4. يلا 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 يلا. واحد. اوه ارجع. حظ اوفر. شكرا. حظ اوفر. لازم حدا يربح اليوم. يلا 6 و3. واحد. اوه واحد. بيفوت السحب. بفوت السحب. 1000 مبروك، تربح معنا 10 كوبونات لتدخل السحب على السيارة. تفضل من هون. شكرا. أنا سمعت صوت من عند ركان. أنت فرحت يا ركان؟ يلا بدنا 2. بس أمجد خلي المدام بالأول تخلص إن شاء الله تربحي 2 إن شاء الله تصيب. ها هاو. يلا 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 يلا. إن شاء الله تصيب. بتصيب بتصيب. أوه آخر مرة، آخر محاولة. يلا إن شاء الله بتصيب. إن شاء الله. ثلاثة وستة، حظ أوفر. خلينا نختار اثنين. اختار أنت حدا وأنا رح أختار. نختار اثنين. تعالي أنت البنت. جداد. لا هي. هي. طيب. أنت طلعتي. بناخذ الشاب. تعالي. بناخذ الشاب. أسرع. يلا يا أمجد، عارفيني عنك، شو اسمك؟ يلا. ميرا. من وين أنت؟ من فلسطين. أهلا وسهلا ميرا. تعرف عليك. عبد الله صباغ. من وين؟ من الأردن. أيوهم. يلا ميرا، رح نبدأ معك، أوكي؟ رح ترمي 3 مرات، 3 محاولات لحتى يطلع لك رقمين مثل بعض. يلا إن شاء الله بتربحوا. يلا أسرع. أيوه يلا، في عندنا محاولات. 5 هون، اوه، وثلاثة. يلا أسرع. اضربي هنا قراب هون. أيوه، ها اوه، كمان مرة. يلا حاسس انه هي الضربة هاي. اوه يلا. للأسف حظ أوفر ميرا، شكرا. ها 3-1. مو مشكلة، لسه عندك محاولتين. بدنا نربح حدا يا دلاتي، بدنا نفرح الناس. ها 2-6. آخر محاولة عندك، يلا قول بسم الله واضرب. وإذا ربحت بدك تاخذني لفة، ها لفة كرك، دير بالك الكرك بدرهم. 4. اوه، حظ اوفر. يعني للاسف امجد، مع انه اليوم كثير جربوا حظهم، لكن كان عندنا بس رابح واحد. مو مشكله، لسه في فرص في بكره وفي باقي الايام كمان. للاسف لشو وصلنا لختام برنامجنا. انتظرونا بنفس الموعد بكره على الساعه 10 بالفجيره مول، بهاي الاجواء المرحه. وصار فينا نقول يا نوار باي باي.